في الحقيقة الأسبوع السابع في مهرجان العلمين أسبوع قوي جدا، أسبوع مش عادي على كافة الأصعدة. بنتكلم على الصعيد الفني، الصعيد الرياضي، يعني كمان الثقافي، كل حاجة موجودة هذا الأسبوع معانا في هذا الأسبوع. وابتداء من النهاردة وبداية الويك إند حفل قوي جدا الكل بينتظر، وهو حفل الموسيقار عمر خيرت، واللي هيكون ضيف عزيز على صاحبة السعادة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، هيكون على مسرح التراث. فبالتالي متوقع أن هو هيكون في تواجد كبير جدا وحضور كبير جدا من كل الموجودين وزوار مدينة العالمين الجديدة، واللي طبعا أي حد حابب يحضر الاحتفالية يقدر جدا أن هو يحجز من خلال موقع تذكرتي ويتفاعل مع أو يحضر الحفل اللي هيكون متوقع أنه حفل كبير هيمتعنا فيه الموسيقار الكبير عمر خيرت بكل مقطوعاته الموسيقية. وكل الحضور طبعا هيكون مبسوط من كل فئات الأسرة. طبعا دي حفلة ليها مذاق خاص. بكرة هيكون معادنا مع حفل كبير جدا جدا زي ما تعودنا في مهرجان العالمين، بيكون الحفل الأضخم دايما بيكون يوم الجمعة على مسرح اليو أرينا، حفلة فرقة كايروكي. وطبعا احنا عارفين فرقة كبيرة وليها عدد كبير جدا من الفنانين والمطربين اللي بتضمهم، وعدد كبير من الأغاني اللي الشباب مرتبط بيها بشكل كبير. ومفاجأة كمان هذا الحفل هو يمكن هتكون فرصة لفك غموض الشخصية اللي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، والمطرب اللي أحدث يعني تساؤلات كتير عن هويته الفترة اللي فاتت توليت. طبعا هيكون معانا في الحفل غدا، وطبعا الشباب كلها حريص ان هو يكون متواجد وعنده فضول، كلنا عندنا فضول نعرف حقيقة شخصية المطرب اللي يعني متعنا بعدد من الأغاني الفترة اللي فاتت توليت. طبعا هتكون حفلة متوقع انها تكون حفلة كبيرة.